مشاهدي الذكرى، مرحبا بكم في فيديو جديدة اللي كما شفتوا في العنوان وفي المينياتور اليوم غتكون على المحترفين المغاربة والأداء ديالهم في هذا الويكاند ولا في هذه السيمانة، وغادي نحاولوا أننا نلقاو التشكيلة المناسبة انطلاقا من البيرفورمانس ديال كل لاعب في هذه السيمانة هذه، وغنحاولوا أننا نعطيو التحليل ديال علاش اختارينا كل لاعب. الخطة اللي غنلعبوا بها في التشكيلة ديال هذه السيمانة هي 4-3-3، واللعابة اللي غنعزلهم ماشي بالضرورة هما أحسن لاعبين مغاربة كاينين، ولكن هما أحسن لاعبين بيرفورما مزيان في هذا الاسبوع هذا اللي داز. غنبداو بحراسة المرمى، وفي حراسة المرمى كاين جوج حراس تقريبا اللي تقدر تختار بيناتهم اللي هما المطيع وياسين بونو، لان علاش؟ لان البطولة موقفة، لعابة الكول ديال البطولة اليمينين، زائد انه عندك غير جوج خيارات اللي هما بونو والمطيع. مع الاسف لا البونو لا ياسين بونو لا المطيع بجوجهم ما تختبروش كثير في الماتش ديال الهلال مع بونو. قدر فريق الهلال انه يفوز بواحد 1-0 وبونو ما تعرضش لاختبارات اللي هي كثيره. كذلك ومثال بالنسبه للمطيع في الماتش ديال الوداد ضد انيمبا قدر انه يحافظ على نظافه الشباك ديالو حتى هو، ولكن ما تختبرش كثير لا المطيع لا بونو. دابا كيفاش غنعزلوا بيناتهم ونختاروا الحارس ديالنا ديال هذا الاسبوع؟ انا في نظري غنختار بونو، لان علاش؟ نظرا عرف فاش كنختارو مكنقارنوش ما بين بونو اون جينيرال مع المطيع اون جينيرال، كنقارنو بيناتهم في هاد السيمانة. ولكن بما انه هاد السيمانة مكاينش شي معيار اللي نقدرو نفضلو به واحد على الاخر، فانا اختاريت ياسين بونو، لان المطيع مؤخرا مكانش الاداء ديالو مزيان غير هاد الماتش، الماتشات اللي كانت اختبر فيهم فكانوا كيكونوا بعض المرات كرات ساهلين اللي مكانش كيقدر يحبسهم، وبالتالي غنضطر انني نختار ياسين بونو. مع الاسف في حراسة المرمى واحد المركز اخر حنا جايين ليه هما المراكز اللي ما كانش عندي فيهم خيارات كثيره، وبالتالي فضلت ياسين بونو اللي هو الحارس الرسمي ديال المنتخب، الحاجه اللي هي لوجيك. ندوزو لظهير ايمن. ظهير ايمن الخيارات نورمالمون اللي خصها تكون عندنا هي اشرف حكيمي. نورمالمون اللعابه اللي كيبيرفورميو اغلبيه الوقت مزيان هما اشرف حكيمي، مزراوي و العملود. بيان سير عندنا اشرف حكيمي ما لعبش هاد السيمانه مع باريس، دخل بلاصتو سولير اللي جاب 8.5 وماركا بيتش ولعب مزيان مع البي اس جي في هذا الاسبوع هذا، واشرف حكيمي كان فقط احتياطي. نصار مزراوي كان بليسي، دونك مشى بليسي اصلا من المنتخب دونك ما لعبش حتى هو، لعب غير العملود، والعملود ماشي غير لعب وما لعبش مزيان ولا كان النيفو ديالو عادي، وانما ساهم بزاف في الفوز اللي حققته الوداد في نيجيريا ضد فريق انيمبا، وكان بيرفورمانس ديالو كانت مزيانه. دونك العملود اصلا عن جدارة واستحقاق، زعما حتى كل لاعب حكيمي وما دارش اداء كبير ولا مزراوي ما دارش اداء كبير كنت غادي نختار العملود. نمشيو دابا لثنائي الدفاع لي دو ديفونسور سونترو. غنبدا باول واحد وغنعزل ابقار اللي كان اللاعب المغربي اللي كيلعب مع فريق الافيس بيان سور، واللي كان في اللائحه الماتش الاخر ديال جوج ماتشات الاخرين ديال المنتخب المغربي ضد ليبيريا والكوت ديفوار. علاش اختاريت ابقار؟ الافيس قدرت انها تجيب تعادل في الميدان ديال فيلاريال بواحد الواحد، جاب 6.8 كان الاداء ديالو مزيان. بالمقابل نورمالمون الاختيارات اللي عندي في هذا الاسبوع هذا في اللاعبين ديال الدفاع كانوا عندي 4 اختيارات، كان بامكاني اختار يا اما شادي رياض يا اما ابقار، يونس عبد الحميد ونيف اكد. باش نختصر انا اختاريت يونس عبد الحميد وكذلك ابقار، ما اختاريتش نيف اكد وما اختاريتش شادي رياض. ابقار كان تقريبا نفس النيفو اللي دارو هو تقريبا دارو شادي رياض اللي هو قدر الفريق ديالو ريال بيتيس انه يتعادل بواحد واحد، ولكن انطلاقا من المقارنه اللي درت ديال لي زانترسيبسيون ديالهم بجوج وكيفاش كانوا غير انطلاقا من سوفا سكور، فوقع الاختيار ديالي على ابقار. نورمالمون شادي رياض باش نختارو كان خصو يعطي واحد البيرفورمانس اللي تكون كثر شويه من ابقار، زائد ان يونس عبد الحميد عن جدارة واستحقاق جاب 7.5 في سوفا سكور، وكان الاداء ديالو متميز مع ريم وقدروا انهم يجيبوا التعادل، ما هو والزميل ديالو فريق ريشاردسون اللي كان سجل الهدف ديال ريم الوحيد دونك ضد تولوز. ودونك ان عبد الحميد باقي كونستون في الاداء ديالو رغم كيبرسل، فهو ماتش مورا ماتش كيعاود ياكد على انه مدافع كبير وعلى انه في المستوى ديالو الكبير. هذا فيما يخص يونس عبد الحميد اللي توا عن جدارة واستحقاق. علاش ما اختاريناش نايف اكرد؟ نايف اكرد خسر الفريق ديالو ويست هام 4-1، كنعرفوا ان النيفو دو كومبيتيسيون ديال بريمير ليغ ماشي هي ديال ليغ 1 ولا ماشي هي ديال لا ليغا بيان سور ولا ماشي ديال الدوري السعودي، ولكن كيبقى عندك نايف اكرد في هذا الماتش ما كانش مزيان
ودار اخطاء اللي ساهمت في الخساره ديال ويست هام. وكاع نقدر نقول بعد البيت الرابع راه تسبب فيه هو بصفه اولى لان كان وقع الكروش ديالو وخيره هو اخر واحد ديك الساعه صافي اللي طلع عطاه، ولكن كان بامكانه انه يتعامل معاه احسن. ونيف اكرد في الكوار الاخرين حتى هما اللي تماركوا على ويست هام عنده واحد جزء مسؤوليه لا هو لا كورتز، هما بجوج ما كانوش مزيانين، وبالتالي نيف اكرد ما غاديش نختاروا في هذا الاسبوع. كنعاود ناكد باش ما يجيش لي بلان في كومونتير، ما كيعنيش ان نيف اكرد ما مزيانش ولا ان نيف اكرد ما خصوش يكون في المنتخب، غير اختيار بعلاقه من المردود ديالو في هذا الاسبوع هذا مع الفريق ديالو ويست هام. نتمنوا ان نيف اكرد يقدم مستويات احسن من الماتش الجاي لانه سبق ليه وفرط شويه مؤخرا مع ويست هام ودار اخطاء كثيره خاصه في الماتشات اللي كانوا كبار سيرشو ضد ليفربول. دونك نتمنوا انه نيف اكرد يعاود عشان يرجع الثقه في راسو بشي ماتش اللي كبير ويدخل في المنافسه على اي نرى المدرب لحد الان كيثق فيه ومعتبره خيار اول، ونتمنوا انه تبقى هاد الثقه دائما لانه عارف القيمه ديال نيف اكرد. دوزو الظهير ايسر، الظهير ايسر هو المركز الثاني اللي قلت لكم ما كانش عندي فيه خيارات كثار، كنعرفوا حتى بغيت نحط مثلا حكيم المزراوي تماك ما لعبوش بجوج، بنتايك الممارس في سانتيتيان هاد السيمانه الماتش ديالو متاجل دونك ما لعبش، البطوله موقفه، الوحيد اللي لعب هو يحيى عطيه الله مع الوداد في الماتش ديال انيمبان نيجير. يحيى عطيه الله ما كانش مزيان، ما نقولوش البيرفورمانس ديالو كان توب، بالعكس شي كواري جاو هجوميا ما تعاملش معاهم مزيان، كان يقدر الوداد الرياضي انه يزيد هدف ثاني ويربح باريحيه اكبر، ولكن بما انه الخيار الوحيد اللي متوفر لنا فغنختاروا عطيه الله لانه ما كانوش ديزارير غوش اخرين اللي لاعبين في السيمانه واللي بيرفورماو مزيان مع الاسف. دونك الوحيد اللي كاين، الخيار الوحيد اللي كاين هو يحيى عطيه الله، وغيكون عندنا يحيى عطيه الله كظهير ايسر. وسط الميدان الدفاعي، وسط الميدان الدفاعي نقدر نختار ما بين جوج لعاب اللي هما سفيان امرابط ويحيى جبران، غنلعبو كما قلت لكم بالخطه ديال 4 3 3 اللي كيلعب بها المنتخب جينيرال. دونك حنا يا اما غنختاروا امرابط يا اما نختاروا يحيى جبران. انا بالنسبه ليا والشوفه ديالي والنظره ديالي ليحيى جبران في الماتش ديال الوداد مع انيمبا ما كانش مزيان، كان عادي لاعب عادي ما قدمش شي مردود لي كبير، ماشي احسن نيفو ديال ليحيى جبران، زائد ان امرابط باغ كونطخ كان فريمون طوب في هذا الماتش هذا، قدر انه يعوض كازيميرو احسن تعويض، وبان انه الى لعب في البوست ديالو غادي يفيد مانشستر يونايتد بزاف، سيرتو انهم عطاهم هذاك التوازن ما بين الدفاع والهجوم. على شفتي غير شكون اللي كان لاعب وراء سفيان امرابط غتعرف القائمه ديال اللاعب، كان لاعب وراء ايفانس وماكواير الاسطوره. دونك ومع ذلك ما بانش الفرق في ما بانش هذاك المشكل اللي كان عند مانشستر يونايتد في الدفاع، قدروا نقولوا ماتش ما كانش صعب بزاف ماشي ضد خصم اللي قوي بزاف، ولكن بان انه سفيان امرابط عطاهم هذاك الاكيليبر ما بين الديفونس والاتاك والترانزيسيون ما بين ديفونس واتاك، وشفنا حتى في المنتخب المغربي فاش كان غائب كيفاش بانت القائمه ديالو في وسط عناصر ديال اسود الاطلس. دونك غادي نثبتوا سفيان امرابط ككاسر، نقطه اللي جابها مزيانه، غادي نخلي لكم الكره واحد الكره اللي دارها زوينه دراباتير كتفكرنا في تشير ديال نور الدين امرابط في الماتش ديال المغرب ضد اسبانيا في كاس العالم 2018، واليوم اخو سفيان تا هو ضربه بنفس الطريقه وضربات في بارا، مع الاسف كان يقدر يكون احسن بيت الامرابط وقال في الكارير ديالو يقدر يكون يفتتح به تسجيل مع مانشستر يونايتد، مع الاسف ضربات في بارا. ودابا غندوزو لي دو رونيور اللي غنلعبو بهم في هذا الاسبوع بدون ادنى نقاش، غنختار جوج لعابه نيشان نظرا للبيرفورمانس ديالهم، وغنخلي لكم البيوت ديالهم بجوج لي ماركاو، سيرتو الخنوس اللي تألق 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 بزاف مع الفريق ديالو في الدوري البلجيكي، وكنعرفوا الخنوس مرشح لجائزة الفتى الذهبي وكل ماتش كيقدم اداء كبير، عرفنا انه صعيب يتوج بجائزة الفتى الذهبي، ولكن غير باش انك تكون من العناصر اللي معينه باش انها تربح جائزة الفتى الذهبي كيبين على القائمه ديال اللاعب، زائد انه كيمارس في شي دوري اللي كبير، كيمارس غير في الدوري البلجيكي ومع ذلك مسلطة عليه العيون نظرا للسن ديالو الصغيرة وبزاف الفرق كطلب الود ديالو. الخنوس جاب نقطة ديال 8.4، قدر انه يعاون الفريق ديالو في الانتصار اللي حققوه ب 4-0. ريشارسون كما قلت لكم كيلعب مع يونس عبد الحميد في ستاد غيم، بجوجهم كيلعبوا في نفس الفريق، ريشارسون هو اللي مارك البيت في الماتش اللي سالا بواحد واحد ضد تولوز في تولوز. دونك ريشارسون تا هو كيستحق انه يكون كارونير. دابا سالينا مع الديفونس، سالينا مع حراس المرمى، سالينا مع الميليو، اجي ندوزو لاطاك، وحاولوا حتى نتوما في الكومونتيرات تخليو ليا
التشكيله اللي كتبها لكم في هذا الاسبوع كانت مزيانه. الا نسيت شي لاعب ولا ما تفقتوش معايا شي لاعب تاعي خليوه لي في الكومونتيرات باش كل واحد يعبر على الراي ديالو، وكل واحد هكا نكونوا نتقاسموا افكار ونقدر كاع نجاوب ونناقشوا كل واحد شنو قال لي. واخا نورمالمون هذه السيمانه ما كانش فيها تعلق ديال بزاف اللاعبين، دونك لي شوا ليميتي وليميتي بزاف الحاجه اللي كتسهل علينا شويه اختيار ديال التشكيل. دوزو دابا الي دروا مشيو لالي غوش ومشيو لافون سونتر. الي دروا غادي نختار اللاعب العدلي اللي لعب مع باير ليفركوزن قرابه 75 دقيقه وجاب النقطه ديال 7.4، كان مزيان تغير ما كملوش الماتش به ولكن قدم مقابله جيده، دونك هو الوحيد اللي تقريبا لعب في السيمانه في ذاك البوست، يعني يستحق انه يكون هو اللاعب اللي غادي يلعبوا بك. الي دروا الي غوش عندنا الاختيار ما بين جوج لعاب هذا الاسبوع، عندنا الاختيار ما بين الزلزولي وما بين سفيان الرحيم. الزلزولي دخل حتى الاخر مع ريال بيتيس، لعب مزيان شويه ولكن ما لعبش مقابله كامله، زائد انه ما ساهم في التهدف. الوغ كو سفيان الرحيمي كان احسن ماتش في المقابله الاخرى. واحد المعلومه، سفيان الرحيمي 7 ماتشات متتاليه وهو كياخذ جائزه احسن لاعب. الشهرين اللي فاتوا خدا جائزه احسن لاعب في الدوري الاماراتي، العام اللي فات خدا احسن لاعب في الدوري الاماراتي، خدا احسن ممرن حاسب، بالتالي فالاحصائيات ديالو كتهضر عليه واحد المده طويله، وميمكنش اننا ما نعطيوش حقه غير حيت كيلعب في الدوري الاماراتي، زائد انه في الماتش الاخر من غير انه كان احسن لاعب فهو ساهم في الفوز ديال الفريق ديالو بشكل مباشر بواحد الكره اللي غنخليها لكم حتى هي، عطى فيها تمريره حاسمه للزميل ديالو اللي قدر انه يوضعها في الشباك ويعاون العين ديال الفريق ديالو العين بهذاك الهدف. دونك سفيان الرحيمي عطى اسيست عاوتاني في هذا الماتش. كل ماتش كنلقى سفيان الرحيمي لاعب حاسم، يا اما كيسجل يا اما كيعطي تمريره حاسمه، يا اما كيديرهم بجوج، يا اما في المرات كيسجل اكثر من هدف. دونك سفيان الرحيمي حاضر وبقوه ويستحق التواجد ديالو في هذا الاسبوع ضمن التشكيله اللي كانت مزيانه في هذا الاسبوع. دابا ندوزو للهجوم. الهجوم عندنا جوج لعابه اللي هما رايان ماي ويوسف نصير. رايان ماي تالق قدم اداء كبير وقدر انه يسجل، يوسف نصير حتى هو سجل ما تحسبش ليه البيت ديالو ضد الريال مع اشبيليا، ولكن بجوجهم سجلوا. واحد لاعب ضد الريال اللي هي فرقه محترمه لا دفاعيا لا كفرقه اون جينيرال، من اصعب الفرق اللي تقدر تلعب مع اشبيليا في الدوري مع البارسا ومع اتلتيكو مدريد، دونك فنقدروا نقولوا انه يوسف نصيري لعب ضد فريق اقوى، ولكن حتى ريال ماي بيرفورمانس اللي كانت عنده من غير بيت لي ماركا في الماتش كامل فهو لعب مزيان. ويوسف نصيري نقدر نقول لك من غير البيت لي ماركا واللي ما تحسبش ليه تحسب المدافع ديال ريال ضد مرمى، نقدر نقول لكم بانه ما كانش مزيان. يوسف نصيري الا شفنا الماتشات الاخرين كاملين دارو مع سيفيا ولاو عارفينه ما كيلوحوش لي كرات تحت بزاف، الكرات كامله اللي كتجي لعند يوسف نصيري كتجي من عن طريق عرضيات، ونتمنى هاد اللعيبه طبق حتى في المنتخب المغربي، لان فاش كنلوحوا عليه كره في رجليه غير هاكا عنكشو هكاك، هو كيبغي الكرات اللي جايين من العرض وكيتعامل معاهم بشكل جيد. ولكن باش نعطيو الحق لرايان ماي اللي قدم واحد البيرفورمانس مزيانه وسجل بيت وكان مزيان، ورايان ماي نظلم شويه في المنتخب بغينا ولا كرهنا، دونك رايان ماي غادي نعزلوه كمهاجم ديالنا في هذا الاسبوع. وهادشي اللي كاين، عطاوني التشكيله ديالكم نتوما اللي كتبان لكم مزيانه، انا غنخلي لكم التشكيله كامله هنايا اللي اختاريت في هذا الاسبوع هذا، ونتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، لا عجبكم عاونونا بلايك عاونونا بكومونتير وبارطاجيو لا فيديو، وشكرا بزاف، نتلاقاو في الفيديو الجايه ان شاء الله.